السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة المشاهدين، معنا السيد المختار حاجي، وهو ممثل التجار بولاية المنيعة أو بلدية المنيعة، هكا بلدية المنيعة. طبعا باش يعطي أكثر توضيحات على مادة السميد وكيف يتم توزيعه. تفضل الأخ مختار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، الطريقة اللي راح نوزعوا بها إن شاء الله من اليوم، نبدأ بها إن شاء الله، لازم كما نقولوا كل حي، الحي كاين كل حي على حسب المقاطعات، كاين اللي فيه حي تلقى فيه ربع مقاطعات، ثلاث مقاطعات. كل حي مادا بينا نمدوا لي 20 ساكات 10 كيلو، هذا تاع اليوم كما نقولوا اليوم الخميس. كل حي نمدوا لي 20 شكاره، لازم تكون ورقه كيما هذه فيها 20 الاسم، ولازم مادا بيه كل يكونوا مري ما يكون صاليباتير، وبلي فوتوكوبي تاع النكوه نتاعو و20 شكاره، ويجينا رئيس الحي ثاني هو اللي يجينا هنا المخيم. يعني المواطن ما يجيكش؟ المواطن والو، رئيس الحي هو اللي يجينا 20 شكاره. كيما راه نشوفوا الشيخ الفقط هو رئيس حي وجابك ورقه. جاب لي ورقه كيما هكا وبلي فوتوكوبي كيما هكا. والكاشي نتاع رئيس الحي. والكاشي تاع رئيس الحي. وكل ان شاء الله كل ما تجي كل شحن ان شاء الله كيما هكا ثاني عاود تصير رقبه، كل شحن 20 رقبه، كل شحن 20 رقبه. ان شاء الله. تسمى باقيك باش توضح للمواطنين اللي راهم يشوفوا فينا كرؤساء حي، باش مقدوه ما يطيحش علينا اللوم حنا كرؤساء حي. انت راك تمد لينا الكميه تسمى اللي تشوف فيها كافيه على حساب الاحياء. الكميه. باش ما يقولش كل المواطن اليوم احنا اليوم الكميه اللي عندنا. جاب 200 شكاره وراه دار لها حق وراه احنا الكميه اليوم اللي راه عندنا اليوم نهضروا الاول جانا اليوم 675 شكارة، هذه بلدية المنيع 675 شكارة، وحنا عندنا 65 حي. يقول لك مش عارف لا كاين لا ما كاينش، عندنا 65 حي. دونك كل خطرة كما نقول حي نمدوا 675 شكارة هذه نقسموا على شحال، تجي واحد 30 حي على حساب 20 30 تسمى نص الأحياء ما جات. ومن بعد الشحنة الجاية إن شاء الله ثاني نعاودوا نكملوا ثاني النص، نعاودوا الشحنة الجاية ونعاودوا نرجعوا لهذا ثاني، خاطر ممكن عنده 20 نزيدوا 20 واحدة أخرى كيما هكا إن شاء الله. أنا درك الأخ كمال باش يكونوا واضحين، السكان تاع الحي نتاعنا نتاع الريف فهمهم. انا اليوم راني جبت القائمه الا اذا كان شنو هو صحيح، هو باش يمشي بطريقه نظاميه جبتها بدون فوتوكوبي نتاع النكوه نتاعو. لذا هو باش تعود الامور تجري بنظام كلش قال لي ما نطيقش نشد عليك القائمه حتى تجيب لي الفوتوكوبي. درك انا رايح نرجع المواطنين نطلبهم فوتوكوبي تاع النكوه باش هكا نعودوا بطريقه اكثر نظاميه. بارك الله فيك.